أكد أصحاب المعالي وزراء المالية لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين. جاء ذلك في اجتماع أصحاب المعالي وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت والبحرين في المنامة لمناقشة تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية في المملكة، وذلك وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه. وقد تخلل اجتماع وزراء المالية الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي. كشف مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد الداوود عن طرح ثلاث خطط تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للجسر خلال العام الجاري. وقد أكد الداوود أنه تم البدء فعليا بإنجاز الخطة القصيرة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بمناطق الجوازات في القدوم بكلا الجانبين لضعف العدد وتسهيل حركة النقل والتنقل للمسافرين والمساهمة في إنهاء الازدحام وتقليل زمن الرحلة من وإلى المملكتين الشقيقتين، وذلك انطلاقا من حرص المؤسسة واهتمامها بانسيابية حركة المسافرين وتسهيل عبورهم على جسر الملك فهد. وقد أوضح الداوود بأنه استكمالا لدور المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد الدراسات وتنفيذ المشاريع ودعم الإيرادات الحكومية العاملة بالجسر لمواجهة الزيادة المضطردة للازدحام، قامت المؤسسة بإحصاء عدد المسافرين والمركبات والتي كان آخرها تسجيل حوالي 118 ألف مسافر في يوم واحد بمتوسط زمن عبور 30 دقيقة. والآن نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم ليقفل عند مستوى 1347 نقطة بارتفاع نسبته 0.31%، وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,555,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 543 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 50 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7867 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4906 نقاط كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 0.42%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4390 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%. في خبر آخر، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن مشروع التغوير وإنتاج الكهرباء المشترك بين كل من أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس وشركة أكوا باور يشير إلى ثقة المستثمر في الاقتصاد السعودي وثقته في المملكة ورؤيتها 2030. وأكد الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة قادرة على تهيئة كل السبل لنجاح هذا المشروع وغيره بمعايير عالمية ممتازة، معتبرا أن ما يحدث في مدينة جازان للصناعات الأساسية دليل آخر على أن مسيرة التنمية تتسارع لتظل المملكة من أفضل البيئات الاستثمارية على مستوى العالم. وقال أن السوق المالية السعودية تداول تدخل في مؤشرات الأسواق النامية واحدا تلو الآخر، وآخرها كان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن ذلك يثبت جاذبية المملكة للاستثمار.
أكدت دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات تمتلك الاقتصاد الأعلى تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحلت دولة الإمارات في المرتبة 17 بقائمة أكثر دول العالم تنافسية، وذلك بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً بداية من التعليم ووصولاً إلى البنية التحتية، وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن التنوع الاقتصادي المتنامي جعل اقتصاد الإمارات أكثر قوة وحصانة، ما ساعده في مواجهة الصدمة المزدوجة الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية والتراجع في حجم التجارة العالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: قلق يضرب سوق العملات الرقمية والخسائر وصلت لتسعة مليارات دولار خلال ساعات. إلى مصر، حيث أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل البطالة في البلاد تراجع بشكل كبير خلال العام الجاري مقارنة بالعام المنصرم. وقال الجهاز المركزي أن معدل البطالة انخفض إلى 9.9% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 10.6% في الربع الأول من سنة 2018 و 11.98% قبل عام. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 621 ألف عن الربع المقابل من 2017، وبتراجع 219 ألفا عن الربع الأول من 2018. وتعكف مصر على الكثير من المشروعات القومية الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية وإنفاق قناة السويس والطرق الجديدة. هذا وينخفض معدل البطالة على نحو مضطرد في مصر في الأشهر الأخيرة في ظل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية. قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أنه يتوجب على أنقرة إظهار الالتزام بما وصفها بسياسات اقتصادية سليمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات السوق الحاصلة حاليا، مطالبا السلطات بتشديد السياسات للتصدي للاختلالات الاقتصادية. وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة ضمان استقلال كامل للبنك المركزي التركي لمواصلة مهمة تعزيز استقرار أسعار الأوراق المالية. وأوضح الصندوق أنه لم يتلقى أي إشارة من السلطات التركية بأنها تعتزم أو تسعى لطلب مساعدة مالية من الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق سيراقب الوضع الراهن والتطورات الحاصلة عن كثب في ضوء الانهيار الذي تعرضت له الليرة التركية. أفاد تقرير وورد أويل الدولي بأن إيران تشعر بالضغط جراء العقوبات الأمريكية، حيث لجأت إلى بيع الخام الإيراني الخفيف بأرخص سعر في 14 عاماً. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد خفضت إيران أسعار مبيعاتها من النفط والغاز لعملاء آسيويين في وقت تستعد فيه لعودة العقوبات الأمريكية. وقال التقرير إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلة بالتزام الدول المستوردة للنفط بوقف وارداتها من الخام الإيراني مع بدء فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني بحلول نوفمبر المقبل. وأضاف التقرير الدولي أن هدف الولايات المتحدة المعلن سيظل هو وقف جميع مبيعات النفط الخام الإيراني التي بلغت في المتوسط 2.1 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي. في سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية. واتهمت الوزارة شركة داليانسون مونستر انترناشنال لوجيستكس تريدينغ الصينية وشركة أخرى تابعة لها في سنغافورة بتزوير وثائق لتسهيل تصدير شحناتها من البضائع إلى كوريا الشمالية. وذكرت الوزارة أن هذه الشحنات ساعدت على تجارة غير قانونية هائلة بالسجائر عادت على نظام بيونغ يانغ بنحو مليار دولار في العام. هذا وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية على اللائحة السوداء شركة بروفنت الروسية لانتهاكها العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن ترفع العلم الكوري الشمالي في الموانئ الروسية. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أخيرا وبعد قفزة كبيرة خلال تعاملات سابقة، عادت العملات الرقمية لتسجل خسائر قياسية خلال الساعات الماضية بلغت نحو 9 مليارات دولار، وخيمت حالة من الإحباط على مستثمري العملات الرقمية منذ نهاية الأسبوع الماضي مع تأجيل إدراج صندوق استثمار متداول للبيتكوين، ما دفع السوق الرقمي لخسائر حادة. وجاءت الخسائر بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 212 مليار دولار في تعاملات مساء الأربعاء إلى أكثر من 203 مليارات دولار في تعاملات صباح اليوم الخميس.